طبعا عندنا اليوم نحكي عن أكلة الكنافة، هي من الأكلات الشرقية المعروفة والمشهورة جدا ومحببة لدى كل الناس يعني. وهي أكلة شتوية بامتياز، تمتاز بأنه رخصة. طبعا الكنافة موجودة ومنتشرة بكل محلات الحلويات، موجودة بالشمال السوري، وبالنسبة لها هي أكلة شعبية ورخيصة بنفس الوقت. تتكون يعني أغلبها من شعر الكنافة، يعني بتختلف حسب حشوتها، أما تكون لبي أو قريشة أو القشطة. وبشكل عام هي شو ممكن كان فيها، هي من الأكلات المشهورة والمحببة لدى كل الناس. تديها شوي طبعا بعض الناس بسموه ام النارين، لانه بتاخذ نار من الوجهين، تنقلب على اول وجه وثاني وجه. وهي من الاكلات الشتويه بامتياز يعني، يعني كل شتويه ما بصير يمرق يوم او يومين الا ما الناس تاكل اكل الكنافه.